كتير مرات نحن منهتم إن نشوف الآخر زي ما بدنا نحن، عشان هيك دائماً نحن مننتقد الآخر، من دين الآخر، منحقد الآخر. اليوم السيد بيعلمنا درس وبيحكي لكل واحد فينا انتبه، ما تحكم على أخوك، لأنه إذا عينك سليمة صحيحة منيرة رح تشوف أخوك كويس، إذا أنت شرير رح تشوف كل شي حواليك شر. نحن مش دورنا إن نصلح الشوائب، نحن دورنا في درجة أولى إنه نصلح نفسنا، نهتم بنفسنا. والله من خلال تقديسك لذاتك، يعني أنت لما تهتم بخلاص نفسك، عشان هيك شو حكالنا؟ اطلبوا أولاً ملكوت السماوات، ملكوت الله، وكل شيء يزاد لكم. اطلبوا أولاً ملكوت السماوات، كتير مهم في قلبنا، لازم نحط أولوية، والأولوية لازم تكون ملكوت الله، وبعدين كل الأمور الثانية، إما كان عن الأكل أو عن اللباس أو عن الشرب. وأعطى السيد أمثلة كثيرة عنها في إنجيل اليوم. اليوم نأخذ درس إنه كيف منا نهتم بخلاصنا، وكيف منا نهتم بحياتنا الروحية، وكيف منا نهتم بنقائنا الداخلي. ربما أحد بحكي لي يا أبونا كل شيء حوالينا شرير، إذا أنا ما بفكر في الشر التاني بفكر في الشر، وأنا لازم أكون حذر. والكنيسة بتجاوب مهما ازداد الشر اعرفوا إنه الشر ما إله وجود. هاي كتير مهم إنه نحن ندركوا هذا الشيء، أبناء الشر ما إله وجود. الشر إمتى يخلق؟ لما الإنسان بحريته بيرتكب الخطأ، فهناك يوجد الشر، يعني الإنسان يوجد الشر عندما يرتكبه. أما الخير الصلاح فهو أزلي، فهو أبدي، لأنه الله خلقه، الله صالح. قديش مهم إنه نشتغل على نفسنا، إنه ننمي الفضائل، نشتغل على ذهننا إنه ننمي أفكار صالحة. تعرف لما تحط فكر صالح بذهنك قديش بركة بتاخد، ولكن لما بتحط فكر سيء قديش بتاخد ظلام، لعنة، اضطراب، قلق، خوف. إنجيل اليوم بيكون روعة، بلفت ذهننا إن نشوف نفسنا، نشوف حالنا، نشوف نحن وين ولوين رايحين، وشو هدف حياتنا، وإيش بنا من كل شيء حوالينا. كتير مهم إنه نأخذ موقف من الحياة، شو بدنا من الحياة. إنجيل اليوم بيحكي لكل واحد فينا انتبه على نفسك وبس، وبيحكي لنا شوف الآخر بمحبة، شوف الآخر بسلام، شوف الآخر بفرح. لما نلتقي لازم نفرح، مش لازم نعاتب بعض ولا نهاوش. لما نشوف بعض لازم الابتسامة هي الأول تسبق من المرحبة. وطالب من ربنا إنه يعطي كل واحد فيكم كل بركة، كل نعمة، كل تعزية، لأنكم تستاهلوا وبتستحقوا كل خير، كل تقدير، كل محبة. ربنا يحميكم، العذراء تكون معكم، وكل سنة وإنتوا بخير ونعمة وبركة. آمين.